تحصل في التاريخ القارة الأفريقية إنه ناديين من دولة واحدة يوصلوا لنهائي دوري الأبطال. حصلت في آسيا أو في دوري أبطال آسيا قبل كده؟ لا ما حصلت. ما حصلت. ما حصلتش. ما أدري أول مرة تحصل. وها حدث يدل أن اهتمام المسؤولين بالكرة المصرية ويهتم التميز اللي حاصل. صحيح. وأنا يمكن يعني دعوة سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتواجد 1000 لاعب محترف على مستوى العالم، يمكن الرؤية هاي بدأت ثمارها تطلع من تواجد فريقين كبار في نهاية بطولة أفريقيا. ما هي نتمناها، ما هي إلا مجرد بداية إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى إن شاء الله. أعتقد أنه في دعم كبير جدا من الدولة المصرية بكل مؤسسات.